دل غرق ماتم می شود وقتی نباشی، دل غرق ماتم می شود وقتی نباشی. غمگین تر از غم می شود وقتی نباشی. مولای من آقا جان، دل غرق ماتم می شود وقتی نباشی. غمگین تر از غم می شود وقتی نباشی. بی تو بساط ندبه و اندوه ماتم هر شب فراهم می شود وقتی نباشی. یبن الحسن آقا جانم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله و سلم تسلیما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرت لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبت وجعلت ذلك عليا
وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه رداء ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحف من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق أم مقر ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأغمت لنا علمنا هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالروح وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له وله أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى
وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه أقام بنيه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما خاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد. فقال والملأ أمامه من كنت همه ناله بزنن اللهم وال من والا و آد من آدم و انصر من نصر و خذل من خذل. فقال من كنت انا نبيهم فعلي امير، وقال انا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وأهله محل هارون من موسى. فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأهل له من مسجده ما هلل له، وسد الأبواب إلا بابا، ثم أودعه علمه وحكمته. فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارث لهمك من لهمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، فشيئتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمام، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه يهدو هدو الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على التأمين، ولا تأخذه في الله لومة لائم.
وقد وتر فيه سنادي العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وهنينية وغيرهم فأذبت على عذابته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاستين والمارغين ولما قضى نحبه وقتله أشغى الآخرين يتبع أشغى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مسرة على مقتل مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا الغليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبيا وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى لهم حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله بعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأتائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويئج الهم باهم أين الحسن أين أين الحسن أين الحسن أين الحسن صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعباج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله
اين قاسم شوكة المعتدين، اين هادم ابنية الشرك والنفاق، اين مبيد اهل الفسوق والاسيان والطغيان، اين حاسد فروع الغي والشقاق، اين طامس آثار الزيغ والاهوام، اين قاطع حبائل الكذب والافتراء، اين مبيد العتاة والمردى، اين مستأصل اهل العناد والتضليل والالحاد، اين معز الاولياء ومذل، اين معز الاولياء جامع الكلمة على التقوى، أين باب الله الذي منه يؤتام، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أين السبب متصل بين الأرض والسماء، أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى، أين مؤلف شمل الصلاح والرضا، أين الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء، أين الطالب بدم المقتول بكربلا، أين الطالب بدم، أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى، أين المضطر الذي يجاب إذا دعا، أين سد الخلائق ذو البر والتقوى، أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى، بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والهما، يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطائب المطهرين، يا ابن الخضارمة المتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ، يا ابن من هو في أم الكتاب، لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الهجج البالغات،
يا ابن النعم السابقات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والداريات يا ابن التور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واقترابا من العلي الاعلى ليت شعري اين استقرت بك النوام بل اي ارض تقلك او ثرى ابرضوا او غيرها عمي تبا عزيز علي انا على الخلق ولا ترى ولا اسمع لك عزيزا ولا نجوى عزيز علي ان تهيت بك دون البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي انت من مغيب لم يخل منا بنفسي انت من ناز ما نزه عنا بنفسي انت امنيه شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فعنا بنفسي أنت من عقيد عز لا يصاما بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاها بنفسي أنت من نصيف شرف الله إلى متى أعار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أسف فيك وأي نجوام عزيز علي أن أجاب دونك وأناغا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دون همات هل من مؤين فأطيل معه العبيل والبكاء هل من جزوء فأصائد جزاه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى متى نرد مناهلك الربية فنروى متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدا متى نغاديك ونراوغك فنغر أينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نهف بك وأنت تهم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعدائك هوانا وإقابا وأبرت الأطاة وجهدت لها وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب دست گدایی تو بلند کن اللهم انت کشاف الکرب والبلوى و الیک استعدی فعندك العدوى و انت رب الآخرة و هم با هم فأقم
مستغيثين فأغيث. همه فأغيث يا غياث. أبينك المبتلى بأره سيده يا شديد القبى وأزلنه بالأصاب الجبى وبرد غليله يا من على العرش ازدوى ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائبون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومآذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد القسوار وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعلي أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لأددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأبدها. اللهم وأقم به الحق وأدهد به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بهجزتهم ويمكث في ظلهم فإنا على تأدية حقوقه إليك والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل ارزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وهوائجنا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك
وانظر إلينا نظرة رحيما نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفا عنا بجودك اسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريا رويا هنيئا صائغا لظما بعدا يا أرحم الراحمين دست گدایی تو بلند کن صبح جمعه است دعای ندبه رو زمزمه کردیم الان موقع استجابت دعاست هر کجا نشستی مریض آمد به نظر خصوصا مریض سرطانی آمد به نظر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب أمن يجيب اللهم أجل وليك الفرج آقا و مولا و ولی نعمت ما برسان قلب نازنینشو از ما راضی بفرما ما را جزو یاوران و سربازان و فداییاش قرار بده عمرمون عبادت و بندگی مرگمون شهادت رقم بزن خدا به نام نامی آقامون ابا عبدالله اسم ما در زمره عزاداران و قبول شده های این ماه ثبت و ضبط بفرما اشک و سوز ما اخلاص ما در این خونه بیفزاد ما را به کربلا برسان دستان بلند شده طرفت رو ناامید برمگردان امام شهدا علما صلحا گذشتگان پدران و مادران از این سفره بهره مند بفرما رهبرمون سلامت بدار بر عزت و اقتدار نظام شیعمون بیفزای مرزا منظورین ملتمسین دام خواسته اونایی که مد نظرن لباس عافیت بپوشان و عجل فی